توابيت خشبية وتماثيل معدنية، أوان فخارية وموائد قرابين، هي قطع أثرية تعكس معتقدات العالم الآخر لدى قدماء المصريين. هكذا يوثق متحف مدينة طنطا اهتمام المصري القديم بمقبرته كبداية رحلة البعث والخلود. نتكلم على اكتشافات أثرية تم وضعها هنا ولأول مرة تعرض للجمهور. الهدف بتاعنا مش بس وضع الخريطة السياحية العالمية، لا ده كمان يكون منارة لإشعاع الفكر الثقافي والأثري لدى المصريين في محافظة الغربية بشكل عام ومدينة طنطا بشكل خاص. وفي تسلسل تاريخي محكم يعرض المتحف مجموعة اكتشافات أثرية عثر عليها بدلتا مصر، تحكي علاقة المصري القديم بالمعبودات والحيوانات المقدسة ومظاهر الحياة منذ ما يعرف بعصر ما قبل الأسرات، أي قبل قيام الدولة المصرية الموحدة. متحف طنطا افتتح لأول مرة للزيارة سنة 1990 شهر أكتوبر، اشتغل 10 سنوات وبعدين أغلق في عام 2000 لظروف إنشائية، المبنى كان محتاج لترميم. الحمد لله مؤخرا تم توفير الاعتمادات المالية وتم إعادة تأهيل المتحف وترميمه وعمل سيناريو عرض على أعلى مستوى يضارع المتاحف الأوروبية. سيناريو العرض المتحفي ينتقل إلى العصرين اليوناني والروماني قبل أن يتجه إلى العصرين القبطي والإسلامي، مستعرضا قطعا أثرية متنوعة بين عملات معدنية نادرة ومنسوجات ومخطوطات فريدة تنتمي لتلك العصور. في المدن غير السياحية تكتسب المتاحف الإقليمية أهمية خاصة للدور الذي يمكن أن تلعبه ليس فقط في جذب الزائرين من خارج المدينة، ولكن أيضا في توفير مزار لأبنائها يثري حياتهم الثقافية. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، من متحف طنطا محافظة الغربية.